تعالوا بقى نروح لنقطه بعيده شويه عن الكوره وبعيدا حتى عن الرياضه بشكل عام، اللي اكيد مش محتاجين نتكلم عن التفوق الاهلاوي فيها من خلال فرقه المختلفه في الرياضات المختلفه بالاعمار المختلفه. بعيدا عن النقطه دي، برضو من الحاجات اللي طول عمرها بتميز النادي الاهلي فكره ان هو يعني بيتفاعل مع المجتمع بما يعود بالنفع على المجتمع. دايما النادي الاهلي بيشارك في كتير جدا من الفعاليات ومن الامور ومن الاحداث الفنيه والتثقيفيه والترفيهيه والتوعويه وحاجات كتير جدا بتبقى مفيده للمجتمع. مؤخرا شارك النادي الاهلي في يعني احدى المؤتمرات المعنيه بالتوعيه، الكلام ده حصل في اليوم طبعا للتحدث عن الفعاليات اليوم العالمي لامراض الكلى من خلال فعاليات اليوم الخدمي اللي اقيم بفرع النادي بمدينه نصر. في ختام اليوم التوعوي ده اقيمت مباراه لكره القدم، مباراه خماسيه بين قدامى نجوم النادي الاهلي واعضاء الجمعيه المصريه لامراض وزراعه الكلى. تابعوا معانا. هو انطلاقة أصلا الأهلي مش نادي رياضي بس، إحنا لينا دور مجتمعي، فعشان كده وزارة الصحة أصلا اختارت النادي الأهلي إنها توصل الرسالة بأهمية الأمراض الكلى وإزاي نوعيها. فالنهاردة اليوم عبارة عن حملة 100 مليون صحة من الساعة 10 لغاية الساعة 4، فيها تطعيم كورونا وتحليل احتلال كلوي وتحليل دم، والساعة 10 ونص ماراثون أهو لتأكيد على دور الرياضة في الوقاية من أمراض الكلى. هو طبعا اليوم العالمي لأمراض الكلى ده يوم يهم العالم كله، جميع دول العالم بتشارك فيه للتنويه والتنبيه عن خطورة أمراض الكلى. احنا اخترنا السنة دي ان احنا نيجي في نادي عريق زي النادي الأهلي، القلعة الحمراء، بما فيها طبعا من إمكانيات عالية هنقدر ان احنا نقدم فيها اليوم العالمي بشكل مميز، وده بيتنشر دوليا على النشاطات بتاعتنا. بنبتدي السيزون الجديد او الدوره الانتخابيه الجديده، ده اول ايفنت للجنه العليا بيتعمل في الدوره الانتخابيه الجديده او اول حاجه للجان عموما. النهارده اليوم العالمي لمرضى الكلى، عندنا يوم كامل في المقر هنا في مدينه نصر، شغالين فيه عربيات كتير من وزاره الصحه بتعمل خدمات طبيه كتير. عندنا ندوة عن مرضى الكلى والتحاليل وإيه الأعراض اللي بتظهر والناس توعية يعني عن مرض أو الأمراض اللي بتصيب الناس عموما في الكلى. النادي الأهلي حاسس بقيمته الوطنية وقيمته على المستوى الأحداث الاجتماعية على مستوى جمهورية مصر العربية، ويمكن النهاردة احنا بنشوف حدث جميل جدا متمثل في مؤسسات الدولة المصرية عن طريق وزارة الصحة المصرية. مجهود مشكور جدا من لجان النادي الأهلي برئاسة المهندس وليد مبروك. يمكن على مدار الأربع أيام اللي فاتوا كان في اجتماعات تنسيقية بالمتابعة طبعا مع السيد الأستاذ الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي. ده اليوم العالمي لمرضى الكلى، المفروض ان النادي الاهلي دايما سباق ان هو دايما في جميع المناسبات الكبيره، اذا كانت احنا مش مرتبطين بس بالرياضه، بالعكس الحمد لله يمكن في النواحي الطبيه، واذا كانت امور برضو خارجه حاجات فنيه. يمكن شفنا كابتن الخطيب لسه اول امبارح الحمد لله يمكن كان فيها عضويه خاصه لقمح بخصوص ان هو يبقى مشارك دايما او متواجد دايما في ماتشات النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي سباق بهذه الامور، واتمنى ان شاء الله ان العالم كله يسود بالرياضه وتبقى دايما هي الاساس. يعني ده حاجه كويسه جدا، وانا شايف في قافله كامله في بتاع خمس ست عربيات موجودين بيكشفوا على حاجات كثيره جدا، ده حاجه كويسه جدا، حاجه ميزه طبعا لاعضاء النادي. وموضوع التوعيه ده حاجه محترمه جدا ان انت تعرف كل حاجة، وفي يعني في حاجات ممكن تطلع مفاجأة بالنسبة لنا دلوقتي. في ناس يعني أنا شايف العربيات موجودة، واللي عايز يكشف بيكشف، اللي عايز يطمن على نفسه بيطمن، وفي حاجة للكوفيد كمان، فدي حاجة كويسة جدا. وطبعا النادي الأهلي طول عمره سباق، واحنا كمان حبينا نشارك في اليوم ده. طبعا دي مبادرة جميلة جدا، وده اللي عطول من السلام للنادي الأهلي. زي ما حضرتك قلت في البداية إن النادي الأهلي مش رياضة بس ولا كورة بس، بالعكس موجود في كل حاجة
والصحة، ودي من الحاجات المهمة جدا النهاردة. توعية المرض ربنا يعافي الناس منه جميعا، وحاجة زي الكلى دي حاجة مهمة جدا. بنشارك النهاردة حتى ولو بمباراة ودية واستعراضية، بندعم الناس على قد ما نقدر. بنشكر حتى الأطباء كلهم الموجودين النهاردة، لأن دي حملة كويسة. نتمنى التوعية الناس كلها إن شاء الله بإذن الله، وربنا يجعل كده إن شاء الله مصر بدون أي أمراض إن شاء الله بإذن الله.